بموازاة ذلك، أدان التحالف الأمني الدولي حادث الدهس الإرهابي بمدينة برشلونة الإسبانية، وأكد التحالف في بيانه استنكاره بأشد العبارات لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتي تدينها كل الأعراف والتقاليد والأديان السماوية، ولا تعبر إلا عن دناءة مرتكبيها الذين يستهدفون بأعمالهم الإجرامية الأبرياء فيستبيحون دماءهم، في دليل أكيد على تجرد هؤلاء من القيام الإنسانية. وشدد التحالف على الوقوف مع مملكة إسبانيا الدولة العضو حكومة وشعبا والتضامن معها في كافة الإجراءات التي تتخذها في مواجهة هذا الإرهاب بما يضمن الحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا كافة دول العالم إلى التعاضد والتنسيق والوقوف بحزم مع مرتكبي هذه الأفعال وتبادل المعلومات والآراء على نحو يسهم في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من العالم والوقوف بحزم ضد كل من يدعمه. يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي أعلن في العاصمة أبوظبي يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، يضم كل من الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال والبحرين والمغرب.